صرح الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ أن بلاده تخوض معركة خطيرة ضد فيروس كورونا المستجد، والذي وصفه بأنه شيطان، وتعهد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض. وقال تشي في لقاء مع مدير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية: الوباء شيطان ولا يمكننا أن نتركه يختبئ. وأضاف: لطالما تبنت الحكومة الصينية موقفا منفتحا وشفافا ومسؤولا للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء حسب ما نقلت فرانس بريس. وبلغ عدد قتلى الوباء الجديد في الصين 106 حالات وفقا لما أعلنته السلطات، من بين أكثر من 4500 حالة إصابة بالفيروس والذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي. إلا أن تقارير أخرى ذكرها أطباء وممرضون قالت إن هناك أكثر من 90,000 حالة إصابة بالفيروس. ورغم غموض المرض وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يرجحون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره. لكن إذا دخل هذا الفيروس للمنطقة العربية فإنه سيكون كارثة ووبالا على الجميع، وذلك لعدة أسباب. فالإنسان العربي لا يستخدم الكمامات الطبية التي تقي من الفيروس، والمستشفيات لا تملك الأجهزة المتطورة للكشف عنه، بالإضافة إلى ضعف التجهيزات الطبية لأغلب الدول العربية. دخول الفيروس للعالم العربي سيكون كارثة خطيرة تهدد ملايين السكان بالموت. هذا وقد أعلنت الإمارات عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية. وأضاف بيان لوزارة الصحة أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية. وأكدت الوزارة التي اتخذت إجراءات احترازية أن الوضع الصحي العام لا يدعو إلى القلق، وأن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالة للفيروس. وفي الأثناء، كشفت القنصلية الروسية في مدينة غوانشتو الصينية أن بكين سلمت موسكو جينات لفيروس كورونا جديدة، وأن خبراء من البلدين يعملون معا على إنتاج لقاح لعلاجه. ونقلت وكالة انترفاكس عن القنصلية الروسية قولها إن باحثين في مختبرات روسية طوروا آليات علمية تمكنهم من التعرف على الفيروس داخل جسم الإنسان في غضون ساعتين وتحديد مراحل تأثر جهاز المناعة به. وقد اتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء سيعملون مع زملائهم الصينيين على تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود للتوصل إلى رد عالمي، وفق ما أكدت المنظمة في بيان. يأتي ذلك بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني تشي جينغ بينغ والمدير العام لمنظمة العالمية الصحة العالمية تيودور أدهانوم جيبريسوس. وصف الرئيس الصيني فيروس كورونا الجديد بالشيطان، وقال إن بلاده واثقة من الانتصار على هذا الشيطان في المعركة.